ثقافة، خلينا توا في الفن، خلينا في السينما بعد غيبة طويلة. فرحان برشا، ممتن وسعيد أن يكون معنا المخرج السينمائي التونسي، السينمائي التونسي القدير، سي علي العبيدي. مرحبا بسيدي علي. سيدي علي غيبة، طمني على الصحة، خاطر نعرف ظروف صحية خليتك تبعد. أولا الصحة بارك الله فيك أنت في الطليعة وكل الإخوة الموجودين في البلاتو وتلفزة كارتاج بلوس اللي معناها منذ 5 سنين أنا ما نظهرش في الإعلام، وبارك الله فيها على هذه الدعوة اللي فاجأتني في الحقيقة. احنا اللي فرحانين بوجودك. ومفاجأة سارة، مفاجأة سارة. وطبعا أنا مريت، طبعا بعد نحكي، مريت بمحنة صحية دامت 4 سنين ومشيت على روحي. خرجت منها بزوز استنتاجات كنت تحكي لي عليهم، ما يصيرش هاتهم في المقدمة الاستنتاجات. احنا برنامجنا اسمه الدنيا زينة، نحاولوا ديما نعطيهم في الموجات الإيجابية الباهية. هو في الحقيقة لومت روحي أني تأخرت باش استنتجته. هو أنه في البلاد هذية موجودة أحسن أطباء في العالم. أنا دخلت وأجريت علي 4 عمليات جراحية في سبيطار محمود الماتري وتفاجأت منهم. العملية الأولى وهي الخطيرة، مشيت وقتها جو دوفي باسي كما يقولوها، دامت 7 ساعات. أنا إلى الآن لما نزور الطبيبة نتاعي الأستاذة المحترمة بروفيسورة غريجي سناء الأندلسي ونحييها، ديما نسألها نقول لها 7 سوايع وأنت واقفة وحلتني بكلي، شفت حلتني وقص الكولون واقفة. أنا كي نقعد في القهوة، حتى برهان مسايس شاطرني في نفس العبارة، كي نقعد في القهوة أنا على كرسي نتعب. وهي 7 سوايع نقول لها إلى الآن كي نمشي نعمل كنترول توا كل 3 شهور، توا الحكاية عندها عامين 2022، يعني نسألها نقول لها 7 سوايع وأنت واقفة وحلتني بكل درجة تعمل داخل غادي في كذا، وبعد خيطني في 7 سوايع وفيقتني إلى آخره. يعني فنحب أنا الاستنتاج الآخر الثاني هو أنه راه معناها هذه خليني نفهم كونه السبيطارات كل تاع تونس فيها نفس الأطباء. ثم الاستنتاج الجيد الآخر اللي عجبني أنه 80% من الأطباء هما نساء. شوف هذا نسميه أنا لفي نتاعك بداية الدولة الوطنية، لفي بورقيبة معناها راهن على التعليم، فهمتي؟ الرجال الذكور معناش مزيان نطلعوا باهين، اما النساء شيء اخر. 80% من الاطباء والجراحات في محمود الماتري، وهو اسم عظيم محمود الماتري، فهمتي؟ هي نساء. واضح. طبيبات. الاستنتاج الاخر اللي قلت لي عليه زاد مهم، الدوله الاجتماعيه. صحيت زايد. ثم حبيت نقول لكم انا عملت 4 عمليات، لو كان عملتها في البريفي حسبت الحساب ثم 200 مليون. تعرف قداش تكلفت لي؟ 500 دينار. ان شاء الله هذه تونس. ان شاء الله. انا هذه تونس وانا هذاك علاش فرحان برئيس الجمهوريه انه شاد صحيح في القطاع العام. هذا القطاع العام، فالنهارين في الاستادات. انا يعني ثم منهجيه كامله باش تحافظ على مكاسب الدوله التونسيه اللي هي مكاسب القطاع العام. يعطيك الصحه سيدي علي، يعطيك الصحه. وسامحوني كان بالعكس مهم. ربما انا السينمائيين ثرثره شويه. لا لا لا، مرحبا بيك مرحبا بيك. يلا ان شاء الله تكون ثرثره باهيه اليوم. ولكن زاد نسيتني بحاجه في الدندان. نسيتني بحاجه وهي انا قلبي في غزه. اي طبعا صراحه طبعا انا مستاء جدا، ونسالت قبل كان نجيب ما اعطانيش اخبار كذا. انا متقلق، نحب نعرف هك التهديدات وكل الاشياء هذيك. ونحب نقول لاسرائيل راك لما ما تحترمش قانون الامم المتحده اللي انشا الدوله الفلسطينيه، راهو نفس القانون اللي انشك دوله. لما ما تعترفش بالقانون هذاك انت ما تعترفش بنفسك يا اسرائيل. يلا موضوع طويل ننطلق.